مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. اليابان بلد المتناقضات في أعين الكثير من الناس. الحياة به آمنة، لكن عندما تحصل فيه جرائم فإنها تفوق في بشاعتها كل التصورات. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت في أرخبيل ميورا في الجنوب الشرقي متاع محافظة كاناغاوا اليابانية، والمتل على خليج طوكيو، وبعيدة 50 كيلومتر على العاصمة يعني طوكيو. وحتى الأواخر القرن الماضي المنطقة هذه اللي أغلب سكانها يسترزقوا من الصيد البحري كانت هادئة، يعني رايضة لأبعد الحدود، ويجيوها الصيافة يعني الخلايعية، وخاصة المسنين باش يتمتعوا بالبحر متاعها وهواها، ولأنه زاد الحياة فيها في متناول الجميع وبالذات الفئات الغير ميسورة. وكانت زادة مرسى تستقطب السفن متاع صيد السمك الطن، وانتو ما تعرفوا مليح أنه النوعية هذه من الحوت مطلوبة ياسر في اليابان، ويعملوا بها أكلتهم المشهورة واللي غزات العالم بما فيهم تونس لسوشي. في نفس الإطار، هالعهد الجميل هذا باش تنساه ميورا مع نهاية القرن الماضي وبداية قرن جديد، ومن اللي طل الشر متاع جون في بداية سلسلة من الاختفاءات المحيرة في صفوف الأجانب، وخلينا نقولوا الأجنبيات بالذات، وبالتحديد فتيات اختاروا باش يعيشوا في اليابان وتفقدوا فجأة وأخبارهم اتقطعت تدريجيا على أهلهم. وميورا والتي تعجب المواطنين القادمين من أوروبا وغيرها يفركسوا على بناتهم. بطبيعة الحال هالوضعية هذه ولدت حالة من الخوف والترقب، وباش تتحول من بعد إلى هلع كبير. نهار 9 فيفري 2001، وبعد ما تم اكتشاف جثة متاع فتاة بريطانية عمرها 22 سنة واسمها لوسي بلاكمان، الدنيا قامت وقعدت على خاطرها. الطفلة هذه لقاوها مقطعة بطريقة محكمة العشرة أجزاء ومحطوطة في بينوار، وخلينا نقولوا بانو، وتم ردمانها تحت الرمل في مغارة على حافة الشط. هالاكتشاف هذا صار في مدينة زوشي، معناها باقي في أرخبيل ميورا. والجاني حجم راس الضحية متاعو يعني لوسي بلاكمان وصب عليها البيتون، والجثة لقاوها في حالة تعفن متقدمة، معناها دل أنه عندها برشا مدفونة غادي. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه لوسي بلاكمان اختفت نهار 1 جويلية 2000، وحسب التقصيات متاع الأمنين نهارتها قالت لصاحبتها لويس فيليب اللي هي ماشية للبحر، لكن من اللي مشيت ما ولات وما عاود شافها حد. وعلى هذاك صاحبتها لويس خبرت عائلتها، وأخت لوسي خذت الطيارة وجات نهار 4 جويلية الميورا، وكمل خلطت عليها بوها تيم بلاكمان اللي استغل فرصة تواجد وزير بريطانيا في اليابان في الوقت ذاك روبن كوك باش يحسوا للموضوع متاع اختفاء بنته. وروبن كوك في تصريح إعلامي طلب من الشعب الياباني أنه يتجند للبحث على لوسي بلاكمان، وحتى من توني بلير سمع بالحكاية وحتى في جدول المحادثات متاعه مع الوزير الأول الياباني كويرو شيرو. ولهنا يقول القائل كيفاش البوليسية متاع ميورا عرفوا المكان اللي مدفونة فيه لوسي. المعلومة بسيطة وجات من الحبس عن طريق سبة، وبالتحديد من واحد تربط من أجل العديد من الجرائم وفيهم ما لا يقل على 400 اغتصاب، وعنده أمل أنه المعلومة هذه كيفش يقدمها للأمنيين تساهم في التخفيض من الحكم اللي باش يتسلط عليه، وأكيد إذا كان باش يخرج باش يولي مغتصب وقاتل متسلسل باش حتى واحدة ما تجيب خبره. ولهنا نتعرفوا على هالسيد هذا اللي دل الشرطة على مكان الجثة متاع لوسي. في ترابط هالأحداث
يلزمكم تعرفوا أنه هالمربوط اللي بلغ الشرطة على مكان وجود الجثة متاع لوسي واسمه كيم سونغ جون ألياس أوبارا جيوجي، وقصته اللي باش تسمعوها تفوق كل ما يمكن أنه يتخيله الإنسان. وخلينا نبدأ الرحلة مع أوبارا جيوجي. أول حاجة، ولد نهار 10 أوت 1952 في مدينة أوزاكا اليابانية. أم وبوه تابعين لزاينيكي، يعني للسكان المنحدرين من أصول كورية ومستقرين في اليابان، علماً أن اليابان كانت مستعمرة كورية وبقات فيها بالضبط 40 سنة من 1905 ل 1945، وخرجت منها بعد ما خسرت الحرب ضد الولايات المتحدة والحلفاء متاعها. ودوب ما خرجت كوريا تقسمت في اثنين، يعني جزء موالي للغرب وهو كوريا الجنوبية، وجزء تابع للمعسكر الشيوعي وهو كوريا الشمالية. بو كيم وإلا أوبارا جوجي كان من عائلة فقيرة الحال، تعيش من الأشغال الشاقة جدا وما تحصل على حق الإقامة في اليابان إلا بشق الأنفس. وهالبو ولا يخدم جنان ولاهي بمساحة خضراء في مدينة أوزاكا، لكن ماهوش باش يطول، لأنه في العام اللي تولد فيه كيم بوه باش يدخل عالم الانحراف من الباب الكبير، ويلتحق بعصابة ليزاينيكي ويولي يخدم مع الياكوزا، علماً وأنه الياكوزا هما عناصر المافيا اليابانية واللي ولات مؤسسة بتم تميمها وعندها امتدادات في العالم الكل، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى فكرة ليزاينيكي كانت عندهم نفس الأساليب متاع المافيا الإيطالية، وفي نهاية الأمر العصابات متاع العالم الكل ما ينجموا يشبهوا كان لبعضهم. وبطبيعة الحال هالعصابة اللي نحكيوا عليها عملوا شبكات متاع دعارة يتحكموا فيها، شبكات زادة متاع مخدرات وقمار ورهانات رياضية وسلف باللانتيريس، وعندهم جنود ينفذولهم الأوامر متاعهم، وإذا لزم يستعملوا العنف الشديد ويقتلوا ويروعوا كل واحد ما يمتثلش للقانون اللي فرضوه هما، وأساسا في النشاط الأول متاعهم كما كل مافيا، معناها لراكيت الابتزاز. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أنه بو كيم كان مجمع هذم اللي لمدوا الفلوس الجاية من الابتزاز أو مسلف، وهوك اللي ما يدفعش في الأجال ياكل مكتب له باش ما عادش يعاود صنعته وتبدأ ديما فلوسه حاضرة. مختصر الحديث، هذا هو مورد الرزق الجديد متاع بو كيم. وبشوية بشوية وضعيته تحسنت وولات عنده دار والأموال بدأت هابط عليه، وغادي فين قرر باش ينقل للعاصمة طوكيو ويستقر فيها، وما عاد عنده علاش باش يخمم لأنه السيد ولا فرد من أفراد المافيا، وفين يمشي الفلوس التبع. كيم أو أوبارا جوجي قرا في أحسن المدارس بحية راس الياكوزا، والمعهد اللي قرا فيه مثلا كان تابع جماعة كيو المرموقة، واللي بوه ولا مانح كبير ليها ومغرقها بالمساعدات والهيبات والتجهيزات، وهو اللي يشري الجوائز للطلبة في آخر العام، وهذا الكل كان يعمل فيه باش يهيئ الجو الولو، واللي في نهاية الأمر طلع ماهوش متاع قراية، طاس في جنبه نخبة. وزيد زملائه في الدراسة كانوا يكرهوه كرها مقيتا لأنه عنيف وبليد وجلف وما فيه ما يتفصل. وبما أنه كيم طلع كوالس باطة وهذا في طبيعة الأشياء، أهو كابوه كيغيب على الدار وينقل في إطار المهام متاعه المافيوزية، أوبارا جوجي يعني كيم يهمل مع أولاد الشركاء متاع أبوه، لكن ما انضم لحتى واحدة منهم. ووقت اللي يوصل عمره 16 سنة ولات عنده محنة باش ترافقه تيلة حياته، الطفل ولا من الرواة أو الملازمين لما يسمى بالليبارا أوتيس، وهذو محانات فيهم مضيفات، وهي طريقة ملطفة تعني المميسات وخلينا نقولوا بائعات الهواء. وكان زادا يمشي للمخورات المعروفة متاع طوكيو، ولهنا يقول القائل كيفاش يخليوه يدخل؟ المسألة بسيطة، بحكم انتماء بوه للمافيا وللياكوزا اهوكم يسهلوا له كل شيء، وحتى الخلط متاعه كانوا معاونينه. ويكفي باش تعرفوا انه احسن صاحب عند كيم مشى للحبس بعقوبة مؤبد من اجل زوج جرائم اخترفهم باوامر من قياديين متاع المافيا اليابانية بطبيعة الحال الياكوزا.
في هالمرحلة هذه الخاصة بكيم يلزمكم تعرفوا اللي كان عنده انبهار كبير بالفتيات الغربيات، معناها البريطانيات والفرنساويات والإيطاليات وغيرهم من الغرب، مفتون بيهم وما يعجبوه كان هما، لدرجة أنه ما عاد يخزر لحتى واحدة يابانية، ولا النهار الكل هو يلوج عليهم بالفتاشة، وزيد المأمورية سهلت له لأنه ما عاد ثم حتى رقيب. بوه اللي من المفروض يراقب تحركاته ولا لاهي بماكينات القمار متاع الياكوزا أو الباتينكو، يعني لماشينا سو كما اللي موجودين في الكازينوات. وفي عام 1969 وقع تكليفه بمراقبة الماكينات هذه وجمع الإيرادات متاعها، ومش في اليابان فقط، في آسيا بكلها، معناها في مناطق نفوذ الياكوزا. وسانغ بوكيم ولا في أغلب الأوقات موجود في هونغ كونغ. وفي ليلة من ليالي سبتمبر 1969 سانغ بوكيم وهو مروح في الليموزين متاعه مع الشوفير، وفجأة هالموتور اللي جاب جنبهم وعليه زوز من الناس على مستوى الشباك التيلاني وين كان قاعد بوكيم يعني سانغ. وفي لحظة جبدت الأسلحة الأوتوماتيكية ووابل من الكارتوش مشاف الاتجاه متاع سانغ بوكيم. بالله الشباك هبط دقداق والراجل تخرب تخريب من راسه لساقيه. الحاصل هكا الليموزين من داخل ولات جابية متاع دم. في مجريات هالأحداث وبعد هالواقعة هذه متاع مقتل بوكيم، بطبيعة الحال ولا هو الوريث الوحيد للثروة متاع بوه المافيوزي وعمره 17 سنة كهو. بالنسبة لأمه وأخته تحرموا من الورثة لسبب بسيط، لأنه المافيا متاع الياكوزا ما يورثوش الأناثي جملة واحدة، لا زوجات ولا بنات، يخليوا كل شيء للطفل الكبير وهو اللي يتلهى بيهم ويتكفل بالمصاريف متاعهم، أما ما ياخذوا حتى حاجة كي تكون قشة من الرزق متاع بوهم. معناها احنا في الارث ما نزيدوا عليهم كان بالصبر. مختصر الحديث، كيم ولا يسكن في الاقامه اللي خلاها ابوه يرتع فيها وحده، لكن رسات له رجع للقرايه. يقول القائل علاش؟ لانه الشرط اللي ضمن ابوه في الوصيه باش ينجم يتمتع بالارث هو الحصول على شهاده عليا، وهكاك يورث مبلغ يضاهي 15 مليار بفلوسنا توا، لكن في هكا الوقت سنوات الستين، معناها الواحد يضربهم في المياه. ما نحكيوش على الملاك اللي خلاهم له. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كيم تحصل على ديبلوم في الحقوق، معناها اون كاباسيتي اون دروا، وتتطلب عامين قرايه بعد الباك. واكيد راهي الفلوس لعبت في الحكايه هذه باش دبر الشهاده، لانه كيما سبق وقلنا لكم طاسوا فيه برشا نقب. وهوكا عاد كي دارت الفلوس تحصل على الجنسيه اليابانيه، ما عادش كوري بن كوري، ومن وقت خذا الاسم متاع اوبارا جوجي، ودخل في الميدان متاع البحث العقاري اليابانية، وزاد كبر الثروة اللي خليها لأبوه بمئة مليار. في نفس هالإطار وفي الأعوام هذوم اللي تعداو، أوبارا جورجي ولا عمره 25 سنة، وبقى كالعادة يتردد على الأماكن اللي تبدأ فيهم الفتيات الأوروبيات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه برشا أجنبيات تسحروا باليابان ولاو يحبوا يعيشوا غادي يستقروا فيها، وأغلبهم الطالبات اللي يجيوا من أمريكا وأوروبا، وبرشا منهم يتصدموا بالواقع لأنه ما ثم حتى إمكانية باش يتحصلوا على إقامة، وترسيلهم في النوار، معناها مهاجرين غير شرعيين، ويوليوا يخدموا في الليبارا والتاس اللي حكينا لكم عليهم، معناها موميسات، يعني شكل من أشكال الكباريات اللي الحريف يتمتع بتواجد أنثى بجنبه مقابل المشروب اللي خلصوا عليها، وقد ما يخلص قد ما باهي المولى المحل. أما نظريا الأمور ما تمشيش أبعد من هكاكا، لأنه أصحاب هالأماكن هذه يمنعوا الفتيات من مرافقة الحرفاء خارج البار، لكن في الواقع الفلوس والسلطة خاصة متاع الانتماء للعصابات المافيوزية يحلوا البيبان الكل. وبما أنه أوبارا جورجي هو من أعيان القوم، ما يمشيش وين يجي، يختار أحسن ما ثم لي بارسيلاكت وإلا لي روبونجي اللي يلقى فيهم أحسن الفتيات الأوروبيات، واللي مراقبين مراقبة شديدة باش ما يمشيوش مع حتى كليون، وخلف أنهم يحكيوا ويشربوا ما فما حتى شيء أكهو. وهوك الحريف يشلل عينيه، لكن ينجم يطلب رانديفو معك الفتاة بمقابل باهظ جدا خارج البار، والحالة هذه في اليابان يسميوها دوهان، رغم اللي الفتاة كالعادة ما عندهاش الحق تربط علاقة جنسية مع أي كان، وكما قلنا لكم هذا على الورق طبعا،
نظريا. في تتالي هالأحداث وفي الفترة اللي ما بين 1988 و 1991 أوبرا صرفت رانة متاع فلوس في الليروبونجي، يعني هكا الأماكن اللي فيهم الأوروبيات، وفي كل ليلة وبفضلك البوربوار الخياليين اللي خليهم هاو كيروح بمضايفة معاه للدار. كثرة زاد شكايات من تالي الفتيات الأجنبيات رغم اللي عرضوا رواحهم للطرد من التراب الياباني، على خاطر كما تعرفوا وضعيتهم غير قانونية، والفتيات هذم كانوا يتشكيوا من واحد اسمه ميشتا يسهر معاهم ويهزهم لداره، ووقت اللي فيقوا في الصباح ما يتذكروا حتى شيء من اللي صار، ويبداوا عندهم صداع كبير، يعني ريوسهم توجع ويكتشفوا جروح وكدمات على البدنات متاعهم. في مجريات هالأحداث أكيد راكم تتسألوا أشكون ميشتا هذا اللي يخلي في بوربوار كبير ويهز الفتيات الأوروبية لداره، ومن غدوة الصباح يقوموا ريوسهم ممسونين وبدناتهم كلهم تراضليث. بطبيعة الحال شكون باش يكون غيره؟ هو ما هو أوبرا، ما ثماش غيره. وثرانتو كان يمشي للبارة ذوما ويختار الفريسة متاعو، يعني الفتاة الأوروبية، وفي الأثناء يحط لها منوم قوي، لكن بشوية بشوية وقت اللي يبدأ يصب لها في كاسها. من بعد يهزها لوتيل، وقت اللي تفقد الوعي يغتصبها شر اغتصاب، وعامل كاميسكوب، معناها كاميرا فيديو صغيرة تصور كل شيء، وتخلد هكا اللحظات اللي كان يجرح فيهم في الفتيات بشفرة أحجامة. قال شنو يحب يذوق من الدم متاعهم، والسيد ثرانتو كي دراغولا يشرب شربان، لكن هاوكا ديما يرد باله باش ما يموتولوش، وقبل ما يطلع الصباح يهرب ويخليهم. لكن كي يقوموا يلقاو في السكان متاعهم مبلغ مالي كبير برشا مقابل الأتعاب متاعهم، وكي يسألوا على ميت شهادة البيرسونيل متاع الوتيل يقولوا لهم لا نعرفوه ولا ريناه. في الحقبة هذه من القضية نجيو للحادثة اللي باش تغير مجرى الحياة متاع أوبرا، واللي صارت في خريف 1992. طالبة أسترالية اسمها كاريتا ريدواي عمرها 21 سنة كانت تخدم في بارا أوتيس في جينزا، وهذه بلاصة كيما لي شانزيليزي متاع فرنسا أو تايم سكوير عند الأمريكان، لكن بكلها كباريات وغلب ليلية وموميسات أنواع وأشكال. الحاصل أوبرا شاف كاريتا من هنا تضرب جاي يدور من غادي، عجبت وتسحر بها وطلب باش تجيب أحداه، وفعلا جات وبداوا يحكيهم مع بعضهم، وبشوية بشوية وليت علاقة بيناتهم حتى اللي نتمكن باش يقابلها خارج البار. لكن هي كما يقولوا خلات حد وحد المسقي، وفرضت عليه باش يلزم الحدود متاعه وحتى المسان ما يمسهاش، وأوبرا امتثل ولا يهزها معاه للقعدات متاعه باش يتفخر بها ويوريها لصحابه ولرجال المافيا اللي يتعامل معاهم، والكلهم ماشي في بالهم اللي هي على علاقة جنسية معاه. لكن كيما سبق وقلنا لكم كاريتا منعت عليه حتى اللمس، وأوبرا كبر به الشي وما عادش ينجم، والطفلة قمت لم تعشبو بيا وهو قريب يموت بالغبينة. وعلاش ما تقولش أنه نهار من نهارات جاها بالكرهبة متاعو البنتلي، يعني أضخم السيارات في العالم، وطلعها معاه ومشاو تعشاو في ريستورون، والسوم متاع أقل بلا فيه عشي سكان الهند والباكستان. من بعد هزها عملت كاس ومن المفروض يرجعها منين جابها، لكن هو استغل الفرصة وأول تركينة ظلام عرضته قارى فيها البنتلي، وعرض على كاريتا علاقة حميمية غاديكا سور بلاس، وبالطبيعة هي رفضت، وهو كان محضر دبيبسة متاع كلوروفورم منوم قوي برشا، وشدها من رقبتها بالقوة وحاول باش يشربه لها، ورغم اللي المسكينة قاومت دخلت لها كمية كبيرة في خشمها وفي فمها. بالوقت ولات في غيبوبة تامة، وأوبرا بالوقت طار بها وهزها لدارو، وغادي اغتصبها شر اغتصاب وصور العملية من أولها لآخرها بك الكاميرا متاعو. لكن من بعد اكتشف أنه كاريتا ما عادش تجاوب، وقتها دخل بعض وقرر باش يهزها للسبيطار، وفعلا هزها واعطاها كالهوية متاعو المزيفة، يعني ميشتا، وقال أنه كاريتا داخت وهما يتعشاو، وما كانش يعرف اللي هي عندها حساسية من القواقع متاع البحر ليزويتر، ومن بعد اختفى وحد ما لقالو ثنية. في ترابط الأحداث عائلة كاريتا جات من أستراليا وبقاو بحدة بنتهم وهي باقي في غيبوبة، يعني في الكوما، حتى اللي في الاخر قرروا باش يوقفوا الأجهزة اللي مخلينها تتنفس اصطناعيا، والمسكينة توفات لأنه هكا الكلوروفورم اللي شربته
خلف لها ديليزيون يعني جروح في الدماغ والكبدة. والمؤسف في الحكاية هذه أنه أمها وبوها حبوا يتعرفوا على ميتشا، يعني هالسيد اللي يعتقدوا اللي هو أنقذ لهم بنتهم وجابها للسبيطار. وهوك في الأثناء عرفتوا شنو هو دور الشرطة في اليابان وفي القيام بتحقيقات في هكا الوقت. ويمكن حتى التوى لا طبيب شرعي ولا تشريح ولا تحليل ولا بحث على الشخص اللي جاب الضحية ولا أنكات ولا ولو. فيها التطور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن أوبرا جوجي كان عامل فيديوتيك كاملة حاطت فيها مئات الكاساتات اللي صور فيهم الاغتصابات متاعه، وكل واحدة كان يكتب عليها التاريخ واسم الضحية، وعامل كرني خاص يكتب فيه ملاحظاته ويعمل وصف دقيق للحصص متاع التعذيب، ويتحدث على مطعم الدم متاع الفتيات اللي اعتدى عليهم. وهكا المكتبة الوطنية اللي عاملها توثق 400 اعتداء، معناها أوبرا اغتصب ما لا يقل عن 400 فتاة خلف الصرف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، كان يقول اللي هو يكره النساء لكن عنده ترتيب، الأقل كره هما الأنجليزيات والألمانيات، بعدهم يجيوا اليابانيات واللي من أصل أرستقراطي، والبقية يحتقرهم ويحقد عليهم، وخاصة الكوريات واللي هما بنات جنسو. هذوك ما عاد حاطتهم أسفل السافلين وناقم عليهم الأبعد الحدود بما فيهم أم واخته. في المرحلة هذه من القضية الأمور متاع أوبرا باش تتواصل على هالنسق حتى لين شاف لوسي بلاكمان واللي بدينا قضيتنا بالحديث عليها. وهالطفلة هذه باش تكون المنعرج متاع القضية. لوسي اتولدت عام 1978 في سيفن أوكس في منطقة كانت الأنجليزية من عائلة برجوازية، وأمها هي اللي غرمتها باليابان، ولا الحلم متاعها تولي مضيفة متاع طيران وتتنقل أساساً للبلدان الآسيوية وأولهم اليابان، وكان لها ما أرادت في عام 1998، وولت مضيفة في شركة بريديش أيرويز. ومش هذا برك، حطوها بداية من عام 2000 في الليفول اللي يمشيو خصيصاً لطوكيو، معناها بالنسبة لها جنة وفيها بريكاجي. في هالمرحلة هذه من ناحية لوسي طبعاً، علاش ما تقولش أنها هي وصاحبتها الإنجليزية لويس فيليب قرروا باش يحرقوا، معناها يوليوا يعيشوا في اليابان ويخدموا فيها غادي مادام يحلى فيها العيش. لكن حساباتهم كانت غالطة، على اعتبار أنه الإقامة في اليابان يلزمها أوراق ويلزم زادة رخصة عمل، ما كانش الأجنبي اللي قاعد في البلاد يعني اليابان بصفة غير قانونية مهدد بالطرد في أي لحظة. وشنية الفرص المتاحة الفتيات كما لوسي وصاحبتها لويز واللي سيبوا خدمهم الرسمية مقابل هجرة غير شرعية؟ ما فما حتى مكان ليهم إلا الملاهي ما بين الحانات والكباريات وعلب ليلية اللي الحرفاء يجيوهم باش يشربوا برفقة ما أسميناه بمضيفات، على أمل أنهم يدبروش مقابلة خارج الأماكن هذه ويربطوا علاقات جنسية معك المضيفات. وهذا يسبق وحكينا لكم عليه من خلال البلايس اللي كان يمشي لهم أوبرا. ولهنا لوسي وصاحبتها لويس فيليب وفاتلهم الفلوس ويلزمهم مصدر رزق باش يعيشوا، ووقتها ولاو يخدموا في بار اسمه كازابلانكا، اما مش بصفة موميسات، مرافقات يعني فقط للي يحب يشرب ويحكي. وهوك خلف الشرب يعطيوهم حويجة كل قدير وقدره حسب درجة الإعجاب، وبطبيعة الحال هذايا في الظاهر. في نفس هالإطار من حياة لوسي وصاحبتها لويس فيليب، علاش ما تقولش أنه في ليلة من ليالي جوان تخل حريف من العيار الثقيل لنادي كازابلانكا أوبرا أما باسم ميتشا؟ وبما أنك اليوم معروف أشكون ما يعرفش أوبرا؟ حطوا في بلاصة مميزة والفتيات اللي دايرين به الكل فارغين باش ما يقعدوا بحذاه كان اللي حاجته بهم، وهو ما حاجته كان بالبنات وخاصة الأوروبيات. الحاصل قعد يلعب في عينيه من جهات الكل حتى لين شاف واحدة بلوندة سرولة باش تترشق بالشبوبية. وأكيد راكم فهمتوا أنه اللي نحكيوا عليها هي لوسي، كانت قاعدة بحذا واحد تترشف في كويس. وبعد أقل من سويعة السيد قام
وفي الأثناء بارات لبش يجيبوا له لوسي بحذاه، وكان له ما أراد وبالوقت بعثوها له. لوسي جات وقعدت وهو قتلها بالحسنات متاعه، خليها مرهوبة أصلاً. هبت أرقى أنواع الشامباني واللي الدبوزة منهم تسوى 3 ملايين، معها أكلات فاخرة جداً مستوردة من فرنسا وإيطاليا. لوسي خجت في عقلها وبقات باهتة في عجب ربي، وهو كمل على الدوخة متاحة وقت اللي مدلها 5 أوراق ب10,000 ين، يعني 400 أورو حشاهم لها في الساك متاحة، وزادها مرتين قدهم في وسط الحديث، وبقى يحاول فيها على دوهان. معناها كما سبق وذكرنا لكم ان رونديفو، موعد راس راس البرة من البار، ووعدها بمبلغ 25,000 أورو. لوسي قبلت، لكن شرطت على أوبارا أنه هالرونديفو هذا ما يعنيش علاقة جنسية، وهو قبله كما يقولوا يمين البكوش في صدره. مختصر الحديث، لوسي من بعد كي روحت قالت لصاحبتها لويز اللي هي عندها مشية للبحر نهار 1 جويليا، وبالتحديد للشط متاع ميورا، وحكت لها اللي هي تعرفت على واحد أغني تندخة وباب العرش باش يتحللها، علما وأنه برشا أثرياء يابانيين يهونوا فلوس كبيرة باش يطلبوا الود متاع الأوروبيات، لغاية في نفس يعقوب وهن لا يتمنعن وفي نفس الوقت راغبات. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، لوسي قالت لصاحبتها لويز أنه هالياباني هذا اسمه ميتشا، معروف في البلايس الكل وعنده بارشا فلوس. مختصر الحديث، لوسي مشيت للرونديفو لكن ما رجعتش لصاحبتها لويز. والنهار 1 جويليا في الليل ما تقلقتش، لأنها تصورت اللي العلاقة ما بين لوسي وميتشا معناها أوبارا خذيت بعد آخر، والأمور ربما تشابكت، ولعلها تكون فتحت خير لصاحبتها ومن بعدها هي. في مجريات الأحداث، ونهار 2 جويليا لويز بدأت تتقلق على صاحبتها لوسي وكلمة الناس اللي يعرفوها الكل، ما شافوهاش وما عندهمش عليها أخبار. وفي النهار 3 وقت اللي لحسوا الأخبار عليها امشيت للشرطة وهي خايفة، لأنه كما سبق وقلنا لكم بلاش إقامة وما عندهاش تأشيرة عمل. وبعد ما بلغت وهي خارجة من المركز، التليفون متاعها نوقز وشافت الاسم متاع لوسي طلع في الإكران. الحاصل لك لويز قريب تنقز بالفرحة، تسخيلها صاحبتها لكن اللي كلمها هو شخص واحد آخر، وقال لها راهي لويسي ولا تابع فرقة دينية إن سكت، وما عاد تحب حتى واحد يتصل بها وعلق. بطبيعة الحال هي ما صدقتش الكلام هذا، وبالوقت كلمت صوفي أخت لوسي وحكت لها الحكاية الكل. ونهار 6 جويليا هبطت في المطار متاع طوكيو. في ترابط الأحداث، صوفي أخت لوسي جات الميورا، والمسألة خذت بعد آخر لدرجة أنه تومي بلير قابل بوليسي وتعملت حملة كاملة في اليابان باش يبحثوا عليها، وعلقوا تصورها في كل مكان بدون جدوى. وباش ما نفوتكمش بالحديث، ثم مستثمر بريطاني يعيش في اليابان خصص مكافأة ب 120,000 أورو لأي واحد يعطي معلومات على لوسي. ونهار 20 جويليا باش دخلت رسالة للشرطة كتبها شخص مجهول بطبيعة الحال، ويقول فيها اللي هو صديق لوسي وراهي تطلب بكل لطف من عائلتها وأقربها والناس اللي تعرفهم الكل باش ما عادش يتصلوا بها، لأنها لقات الأمن والسلام في فرقة دينية. وهذه بطبيعة الحال حكاية متاع حي دريبك وما صدقها حد. في ترابط هالأحداث، يعني في زمن الواقعة، الضغط الدبلوماسي عطاه الأكلة متاعه، والشرطة اليابانية القاوا رواحهم مجبورين على فتح تحقيق جدي، وتجبدت هكا الشكايات اللي تقدموا بها أوروبيات تم الاعتداء عليهم من طرف أوبارا لكن باسم ميتشا، وعملوا تقصياتهم وربطوا الخيوط وفهموا أخيرا أنه ميتشا وأوبارا هما وجهان لعملة واحدة، يعني نفس الشخص، وعرفوا اللي هو كان السبب في موت كاريتا وهو اللي وراء الاختفاء تاع لوسي، وأصدروا في شأنه برقية تفتيش. في مجريات الأحداث، وفي هكا الوقت الأمور المادية متاع أوبارا بدأت تدهور نسبيا، وقانون محاربة العصابات في اليابان نحاولوا برشا من فلوسه، وهو باقي زايد على قدام، ما في بالوش أنه البوليسية يفركسوا عليه، وهز معاه طالبة أوكرانية اغتصبها وعمل فيها نفس العمايل، لكن شكات بيه، والمرة هذه
الشرطة اليابانية سمعتها واخذت الأوصاف متاعه وبدأت تعد في العدة باش يعملوا له كمين ويلقيوا عليه القبض. وفعلا نهار 2 أكتوبر في الصباح وهو خارج في كهربته، الأمنيين شدوه وهو سلم روحه بكل هدوء وما أبدى حتى مقاومة. وبرا بدأ يخضع للإستنطاق، والشرطة في الأثناء قامت بتفتيش داره والقاو هكا الفيديوتيك الوطنية البورنوغرافية اللي عاملها في داره، وفيها أدلة الإدانة فيما يخص كاريتا والموت متاع لوسي، والقاوه كاتب اعترافات بالخط متاع يده على الكارني. وبرا اعترف أنه بعد ما هز لوسي للبحر استغل فرصة اللي هما موجودين في بلاصة في الخلاء ونومها بك الكلوروفورم وهزها للدار متاعه باش يغتصبها ويعذبها وهي في غيبوبة، يعمل لها كما الأخرين. لكن هي ما توقتش وماتت، وقتها قصها العشرة طروف وحجم لها راسها والله أعلم علاش، وصب عليها البيتون، ومن بعد هز البينوار اللي قصها فيها طروف طروف وردمها في مغارة في البحر، واقترح على البوليسية باش يوريهم المكان اللي دفنها فيه مقابل تخفيف العقوبة. في نهاية القضية وبعد سلسلة من الجلسات، وبرا تحكم بالسجن مدى الحياة من أجل الجرائم نتاعو الكل. والبطل في الحكاية ماهوش هو، وإنما الوالد متاع لوسي واللي اسمه تيم بلاكمان، اللي قبل تعويذ ب60,000 أورو من عند واحد من عائلة أوبارا، فلوس المافيا بالطبيعة. ولهنا ما بقى كامش نقولو لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.